النهاردة هنكلمكم عن آثار حب الشباب أو الأكني سكارز. ناس كتير قوي بتهمل جلدها وبتهمل بشرتها وبتهمل الاهتمام بالحبوب لما بتطلع لنا، فبالتالي بتطلع لنا أكني سكارز، وأحيانا ما بيبقاش نتيجة إهمال قوي قد ما هو نتيجة جيناتيك بريديسبوزنج فاكتورز، إن بابا أو ماما أو خاله أو عمه كان عنده القابلية لتكوين أكني سكارز أو آثار أو حفر بعد ظهور حبوب الشباب. ففي الحالة دي لو أنا اتولدت وشفت مامتي كان عندها آثار حب الشباب وحفر، أتوجه على طول للطبيب لو حتى حباية واحدة طلعت لي، وما أهملش في وشه وأقول دي حباية طلعت يعني في وقت معين من الشهر، أو إن أنا تعرضت للشمس أو كان عندي ستريس أو امتحانات. طالما حد في العيلة أنا شفت إن عنده آثار حب الشباب وعنده حفر لازم اهتم، وحتى لو حبايه واحده اتوجه للطبيب. دي حاجه. تاني حاجه، ازاي اعالج اثار حب الشباب؟ اثار حب الشباب من المواضيع الغلسه جدا اللي بتؤرق العيان وبتؤرق الطبيب، لان هي بتاخد وقت طويل قوي وبتاخد جلسات كتير ومتنوعه. ما ينفعش تجيلي عروسه تقولي انا شهري فرحي الشهر الجاي، من فضلك اعملي لي دلوقتي جلسه او وديلي كل الحفر اللي في وشي. الحاجات دي بتاخد مينيمم 6 شهور لحد سنه، وممكن اكتر من سنه. بتتنوع انواع الاوبشنز بتاعتنا بتاعت العلاجات. الفراكشنال ليزر وده يعتبر الاساس، والفراكشنال ليزر هو نوع من انواع الليزر بيشتغل عن طريق الحراره، بيعمل لي نقط في الجلد، والنقط دي بتحفز لي بعد كده طبعا في الجلد من جوه، بتحفز لي الكولاجين انه يعلي لي الحفر اللي موجوده، لان الحفر اللي موجوده بتبقى موجوده نتيجه ان الحبايه عامل التهاب في الطبقه السفليه من الجلد، فعامل لي حاجه اسمها فايبروزز. الفايبروز اللي هو التليف، تيجي الالتهاب يشد الجلد من بره فيعمل لي الحفره من جوه. يجي الفراكشنال ليزر يحفز لي الكولاجين. فراكشنال ليزر بنعمل جلسه تقريبا بمعدل جلسه كل شهرين او 3 شهور. ان بتوين الجلسات بتاعه الفراكشنال ليزر بحافظ على طول ان انا اعمل جلسات اسمها ديرما رولر او ديرما بن. دي لطيفه جدا، بتتعمل كل اسبوعين لثلاث اسابيع. نفضل نشتغل على الديرما رولر والديرما بن لحد ما تيجي ميعاد جلسه الفراكشنال ليزر الثانيه. ممكن دلوقتي استخدم البي ار بي او الخلايا الجذعيه سواء مع الديرما رولر او مع الفراكشنال ليزر، بتحسن جدا من نتيجه الجلسه. علشان كده لازم اخلي بالي ان انا ما اهملش ابدا الحفر، اخلي بالي ان انا احط لازم واقي شمس علشان الفراكشنال، عشان الحفر ما تبقاش حفر وكمان بوست هايبر بيجمنتيشن او كمان في غمقان، فتبقى عندي حبايه سايبه غمقان او احمرار او حفره. يبقى احنا نخلي بالنا ان الحبايه لو طلعت لي ما العبش فيها، اللعب في الحبايه يعمل لي الحفره، ان انا اهملها وان انا اسيبها تتعالج لوحدها بدون ما احط الكريمات المناسبه دي تعمل لي حفره. لو عندي حد في العيله كان عنده حفر او اثار لحب الشباب، حتى لو حبايه واحده طلعت لي ممكن يبقى انا واخده الجين ده، وبعد كده برضو الحبايه تنتهي بحفره واثار شكلها مش كويس. شكرا لكم.